طب احنا هنحاول نمبروفايز شويه عشان ماشي. الاسئله مش متحضره يعني. بس انا كنت عايز اسالك سؤال يا كريم مهم جدا. انت دخلت القناه يعني. خلاص على طول على الفيديو ده على طول عايز اسالك سؤال. لا مفيش اي انترو. ايه الانترو بقى؟ ما بكره ازيكم يا جماعه دي. الانترو هو ده الانترو اللي احنا بنعمله ده. يعني انا وكريم في اليوم دلوقتي في فرنسا، فاحنا عايزين نسجل فيديو، عايز اساله كام سؤال كده بخصوص خصوصا متجوزين والاطفال والاولاد والخلفه، عشان انا الموضوع ده يعني بفكر فيه بقالي شويه، وبفكر بحاول ابعد عنه سنه بقالي شويه. فبحاول اشوف كريم يعني هيعرف يقنعني ان انا اجيب اطفال وان احنا نخلف يعني ونجيب عيال وبتاع ونربيهم، ولا مش من كريم. خد من عندي اتنين والله. لا ان انا يعني في البيت عندي نجيب اولاد وكده، ولا نعيشها كده كام سنه من غير اولاد ولا حاجه عشان نعرف نسافر ونتعامل وكده. لان كريم اللي مش عارف كريم، هو كريم عنده شانل على اليوتيوب اسمها كريم السيد فلوجز وعنده 3 اولاد. يا ليتس اول داب، ليتس اول داب 1 2 3 داب داب داب. مبدئيا يعني انت شايف انا المفروض اجيب اولاد دلوقتي ولا طيب. استنى شويه، خليني اقول لك حاجه. انا في دايما نصيحه بقولها لاي حد بيتجوز، يعني لو حد صاحبي وبنتكلم مع بعض في الموضوع ده او بنتكلم اصلا، في دايما نصيحه بقولها على طول، اقعد على الاقل على الاقل سنه او اتنين في الاول. وده رايي الخاص عشان بس ما فيش حد يجي يقول لك مش عارف ايه وبتاع والكلام ده، ده رايي الخاص. اقعد على الاقل سنه او اتنين من غير اولاد. خلاص ليه بقى؟ ليه؟ لان انت في اول الجواز انت لسه عايز يعني تقضي وقت مع زوجتك، تخرجوا تسافروا، تقضوا شويه كواليتي تايم من الاخر. تمام. الكواليتي تايم ده مش هيبقى موجود قوي لما تخلف، يعني لما تخلف مش هيبقى يعني هو ان شاء الله هيبقى موجود، بس مش بنفس القوه ونفس الـ 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 المساحه اللي انتوا فيها. قصدك عشان الوقت هيبقى بيتقسم بقى على في اولويات بقى كتير. وحاجات بقى انت لازم انت تدي وقت للاولاد وتدي وقت لشغلك وتدي وقت لمراتك، فالوقتك بدل ما بيتقسم على اتنين بقى بيتقسم على عدد اكتر. تمام مظبوط. وبعدين الاولاد ما بتجيش بس كده، وما بتجيش بس من غير مسؤوليات، لا بييجوا معاهم مسؤولياتهم وبامبرز فمعنى كده انا ما اجيبش اولاد. لا اصبر بقى، ايه اتقل عليا. الاولاد طبعا في مميزات كتيره جدا طبعا ان انت عندك اولاد. احنا كده اللي كسب ان احنا ما نجيبش اولاد خالص بقى، ولا سنتين بقى ولا اكتر. بقول لك ريم مميزات يا كريم عشان انا لازم اطلع من الفيديو ده مقتنع. لا بجد بجد، لو في الفترة اللي جاية دي نجيب بقى يبقى في اولاد. لا ولا الواحد يستنى خمس ست سنين كمان. لا بجد الاولاد طبعا يعني نعمة من عند ربنا كبيرة جدا جدا جدا. بص بيدوك حياة من الاخر كده، والله العظيم بجد بيدوك حياة، بيدوك بيغيروك انت اصلا. انت اصلا يعني محسن بعد الجواز وحاجة، وبعد الجواز لو ما يخلف حاجة تانية خالص خالص تماما، والله العظيم بجد. الاولاد بيغيروا في حياتك قوي قوي، انت بتنضج بطريقه غير طبيعيه. يعني في كميه نضج. مسؤوليات قصدك؟ بس انت بقى فكريا كمان بتنضج، بتلاقي نفسك نضجت اكتر ما انت اصلا، لان يعني انت زي ما تقول مسؤوليات وانت تفكر ازاي ان انت هتربي الولد ده او البنت دي. حوار برضه انت بتقعد دايما دماغك شغاله، دايما بتفكر. اصل بص في ناس بتخلف وخلاص، يعني في ناس بقى بتخلف ولازم بتفكر وتخطط ازاي ان طفلك ده يطلع طفل كويس، طفل صالح بر بابوه وامه وحد نافع في المجتمع. والموضوع ده مش سهل، الموضوع مش سهل خصوصا دلوقتي وفي الزمن اللي احنا فيه وتكنولوجيز دلوقتي اي حد يخش على النت يعرف اي حاجه. الموضوع بقى سهل. زمان يمكن الاب كان هو كل حاجه، انت بيجي لك يقول لك ده معناه ايه، ده مش عارف ايه. دلوقتي لا، طفلك انت خش على النت يجي كل حاجه. فلا كل حاجه يعني هو سيستم،
خلاص انت بتحط السيستم ده يعني لا بتغير من نفسك تماما. انت بتبقى بترن اورجانيزيشن من الاخر كده، انت بترن بيزنس كبير قوي اكبر من انت بتنفست في اولادك من الاخر. فالموضوع مش هين، فده بيعلمك كتير قوي قوي وبيفرق معاك انت شخصيا. غير كده طبعا ده جانب ليك انت، بقى جانب ليك انت وزوجتك، هم طبعا بيدخلوا عليكم البهجه وطول الوقت طبعا بيطلعوا عليكم و لا حب في البيت كده ماشي في طول الوقت في الارض او في واقف بيبقى حوار يعني. لا بتحس بحاجه حاجه مختلفه يعني. انت مثلا دلوقتي عندك كلاب وبتاع، هترمي الكلاب بقى لما يجوا، ان انت شفت يوسف عمل ايه في الكلب؟ طبعا بياكله ده انا هنايمه لك بدر النهارده يوسف. قدك ده يوسف؟ انت مش بتخاف؟ ف لا موضوع الاولاد مهم جدا جدا. انا لو قعدت يعني حاليا مش فيش في دماغي حاجه، بس يعني كل اللي افتكره هو ان قد ايه بيغيروا فيك انت شخصيا، وقد ايه نعمه بوجودهم دي. يعني انا دلوقتي مثلا انا احيانا لما بقعد معاهم في البيت لا ما ينفعش وبتاع ومش عارف ايه، وانا عايز اخد اجازه منهم 5 دقايق بيوحشوني جدا يعني. خلاص ما بتقدرش تبقى تعيش من غيرهم، اتعودت ان انت تبقى عايش معاهم على طول. طب خلينا يعني نراب اب كده الكلام، يعني نلخص الكلام سريعا. دلوقتي انت بتقول المميزات. ان انت قلت مميزات اصلا؟ اه والله. ايه المميزات؟ قلت لازم واحد يتجوز بعد سنتين. انا بالنسبه لي بقى شايف المميزات في الواحد ان هو لسه ما يجيبش اولاد دلوقتي، ان انا هيبقى عندي وقت زياده، وقت كتير، او احنا يعني عندنا وقت كتير ممكن نسافر. يعني ممكن انا بشتغل دلوقتي في الشركه عندي، ما انا طبعا عايز اشتغل اليوم كله عشان شركه جديده وبنبداها، فايه مش عايز اروح البيت بدري عشان الحق اخلص شغل اكتر، ولكن عندي اولاد هبقى محتاج اروح بدري. صح. لو عايز اسافر مثلا ونلف العالم مثلا، ناخد شهر اجازه ونقعد نسافر في كل البلاد دي، هتبقى صعبه يعني. تسيب الاولاد بقى كل ده، انت لسه بتقول لو سبتهم 5 دقايق الموضوع هيبقى صعب. ف انا برضو شايف ان مميزات غير اولاد احسن يعني. بس خليني اقول لك ان يعني دايما بنصح ان انت تقعد سنه سنتين ثلاثه، ما تكترش عن كده. عشان مش معنى بقى هقول لك ليه. انا حاجه بقى انا حاسسها شخصيا، انا من الناس اللي بؤمن قوي ان انت تخلف وانت لسه شاب، لسه صغير شويه، عشان تبقى معاصر اولادك، تبقى دماغك معاهم، مش تبقى في فرق سن ما بينكم. فانت في عالم وهم في عالم، وهم في التكنولوجي وعارفين ايه اللي بيحصل، وانت نايم في الدوره ومش فاهم حاجه. لا فكره ان يبقى في جاب بسيطه بتخلي دايما الحوار ما بقاش مش اولاد بس، لا هم اولاد واصحاب وكل حاجه. فانت اللي هو بعد كده هيبقى في كونكشن بينكم، انت شايف فرق مش كبير، فكنكم فعلا صحاب. بالزبط. يعني بالظبط خارج مع ناس بقى الموضوع ما بقاش يعني. انا دلوقتي انا وايان الموضوع بالنسبه لنا احنا اصدقاء خلاص. يعني دماغ بقى نقعد نلعب بلاي ستيشن مع بعض ومش عارف ايه وكلام من ده. حتى لما هو بيوصل لسن معين خلاص انت بتحس ان هو يعني بياخد ودي معاك. فالجاب دي مهمه جدا، ان انت ما تخليش الجاب طويله قوي ما بينك وبينه، عشان تفضل دايما قادر ان انت تعاصر فكره وتخليك دايما معاه، وده اللي بيقربك منه، وده اللي بيخليك تكنترول حياته افضل. انت فاهمني؟ هي الفكره فعلا ان في مميزات هنا وفي مميزات هنا وفي عيوب هنا وفي عيوب هنا. أكيد. فالموضوع اكبر مننا. قولوا لنا رايكم. قولوا لي رايكم، قولوا لي رايكم في الـ في الـ في الكومنتس عموما. لو انتم شايفين مع او ضد او مع او ضد ان انتم الخلفه تبقى قريبه من بعد الجواز على طول، ولا الواحد ياخد وقته، وهل انتم مثلا لو انتم لسه مش في وقت جواز دلوقتي وصغيرين مثلا لسه في المدرسه، فشايفين الفرق بينكم وبين اهلكم كبير ولا قليل، ولو كنت عايزينه يبقى اكبر ولا عايزينه يبقى اقل، وهل بيفرق معاكم في ايه في التعامل مع الاهل وكده. بس كده. شرفنا جدا ب ب ب ب يعني حضرتك في البرنامج بتاع النهارده. حبيبي يا ريت نكررها ونسافر سفريات بقى تانية غير اليوم. والله مش احنا لازم نسافر تاني غير هنا عشان ما احناش على 3 ايام بس. ولو ما اتفرجتوش على الفيديوز بتاعت ليون لازم تحط لهم بقى البلاي ليست هنا او هنا او هنا او هنا. هي بتبقى في حته من الحتت دي يعني. وانت واقف على اليمين تبقى كده، هتبقى المدرجات على الشمال. يلا سلام عليكم. ما تنسوش تتفرجوا على الفلوجز اللي عندي واللي عند كريم على الثلاث ايام اللي احنا قعدناهم في فرنسا. ليون. في ليون. او فوار مون اميز. او فوار انجاح.
الله يخليك.